خلينا نشوف التقرير ده بالعاميه، من هو للي ما يعرفش بقى شريف الصرافي؟ صباح الخير. دلوقتي تركي آل الشيخ اشترى النادي الاسيوطي وهيغير اسمه للنادي الاهرام ويصرف عليه ويجيب له لعيبه اجانب من بره ومدربين اجانب، انت زعلان ليه؟ هو يعني هو دفع الفلوس من جيبك؟ شريف اشرف الصرافي المتحدث الاعلامي لرابطه مشجعي نادي بيراميدز لصاحبه الوزير السعودي المثير للجدل تركي آل الشيخ. واحد هيقول لي هو النادي لسه لعب عشان يبقى ليه رابطه مشجعين؟ هقول لك مش هي دي الزتونه يا معلم. الاسم ده شريف الصرافي ما بيفكركش بحاجه؟ خليك معايا وانا احكي لك الحكايه من الاول. شريف الصرافي ده من المحله، لكنه اتولد في السعوديه لما كان ابوه شغال مهندس هناك في المملكه. المهم قبل الثورة انضم شريف لستة إبريل، وبعدين سابهم وارتبط اسمه بأحداث عنف بعد الثورة زي حرق المجمع العلمي. بعد وصول الدكتور مرسي للحكم أسس حركة البلاك بلوك اللي كانت مسؤولة عن حرق مقرات الإخوان وعمليات عنف كتير داخل مصر. فكرة البلاك بلوك جات لكم منين؟ أيام الاتحادية لما الإخوان خدونا غد كان برعاية الداخلية طبعا، فعرفنا ان الداخليه ما عادتش هتامن متظاهرين او هتامن الداخليه، هتسيبنا كبش فدا للاخوان او الداخليه بتضحي بينا. فقعدنا نفكر ان احنا عايزين نجمع نخبه الثوار في كيان واحد. نخبه الثوار دول اللي هم الناس اللي بتقف في الاشتباكات في اول الصف. وبعدين طلع على منصه 30 يونيو يعلن دعمه للجيش وللسيسي واسس حركه دعم الجيش. وفي نوفمبر 2013 تم اتهامه بالمشاركه في هدم النصب التذكاري بالتحرير خلال إحياء ذكرى محمد محمود، وتم القبض عليه واتسجن 9 شهور. رجع اسم الصرافي تاني للمشهد في 2015 مع حملة بلاها لحمة عشان يحمل التجار مشكلة غلاء أسعار اللحوم ويرفع الحرج عن السيسي وحكومته. وكمان طلع في فيديو في 2017 عشان ينفي مذابح بورما، وده الفيديو اللي أثار احتجاجات كتير من العاملين بحقوق الإنسان في العالم. وأخيرا طلع في فيديو عشان يدعم السيسي في الانتخابات الأخيرة ويدعي نزول المصريين لتأييده. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل الصرافي كان على علاقة بتركي آل الشيخ والسعوديين من زمان؟ وإن التمويل الإماراتي لتمرد كان في جنبه تمويل سعودي لحركات البلاك بلوك تحت رعاية المخابرات للتمهيد للانقلاب في مصر؟ ولا شريف مجرد شاب أرزقي شاف مصلحته مع تركي آل الشيخ فقال يطلع منه بسبوبة؟ بكرة الحكاية بان. المستثمرين بتوعه مش مصريين.